مشاكل جمة في العمل الإغاثي عززها تبادل الاتهامات بين مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية بالمسؤولية وراء الإخفاق في إغاثة النازحين في وقت يعاني فيه نازح نينوى من نقص كبير في الخدمات المقدمة إليهم وسط تحذيرات من ازدياد حالات الوفيات بينهم. يحاول هؤلاء الأهالي الحصول على الطعام وبعض المساعدات التي قد تسعفهم للبقاء على قيد الحياة في المخيمات. صور لن ينساها سكان أم الربيعين ما حيوا، والخجل على محيا هذه المرأة التي تغطي جبينها حتى لا تتضح معالم وجهها أمام الكاميرا. مراقبون استهجنوا تصريحات أعضاء في مجلس محافظة نينوى وطالبوا الحكومة المحلية بكف الألسن والقيام بواجبهم تجاه من يمثلونهم، ردا على وصف إحدى أعضاء مجلس المحافظة النازحين بالجشعين وصفات أخرى غير لائقة بعد انتشار صور تظهر طرقا مهينة في تسليم المساعدات. نستغرب وندين أيضا بنفس الوقت هذه التصريحات، نعتبرها حقيقة بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الحقيقة، ويفترض أن يكون يعني لأهل الموصل موقف أيضا تجاه هكذا تصريحات. ينتظر هؤلاء السكان نقلهم إلى المخيمات بهذه العجلات التي لم تصنع للنقل البشري، وهم من أهالي الموصل تركوا منازلهم بسبب الجوع وانعدام مقومات الحياة في مناطقهم المستعادة، لكنهم ينتظرون الحصول على الموافقات الأمنية منذ يومين في أجواء يصعب على الرجال تحملها، فما بالك بالأطفال وكبار السن. أيسرنا يومين تقريبا من الصبح لحد الآن، وأطفال ونساء يعني يريد يزودون الحاسبات أكثر من حاسبة، مش من هذا الزحم. طلعنا من الجوع، ما ظل كل شيء جوا، يعني بهدلة جوا بهدلة، ما ظل يعني شيء تأكله ما ظل. استقطاع البرلمان العراقي 4% من مرتبات الموظفين والمتقاعدين وتخصيصها للنازحين، إضافة إلى الأموال المخصصة في الموازنة، ووجود وزارة للهجرة ولجنة برلمانية معنية بشؤون المهجرين وعشرات المنظمات الدولية المختصة بمساعدة النازحين، كل ذلك لم يلمس منه هؤلاء شيئا واقعيا هو أقرب للسراب في صحراء قاحلة، لا مساكن لائقة ولا طعاما يؤكل ولا غطاء يستر ولا رحمة بالعوائل مع التدقيق الأمني حتى وإن تجمدوا بانتظار سلامة موقفهم في هذا البلد الذي قد تموت وأنت تثبت براءتك من مسؤولية ضياعه.